الغلا كيكون، ولكن بحال هادشي هاد العام كاين بزاف، طلع بزاف الناس ما قادينش على هادشي، والاثمنه طلعت بزاف. بالنسبه للخضره هادشي علاش كنهضر، ما بالنسبه للديسير، الديسير بقى في الثمن ديالو ما طلعش، كاينه كاع الزياده ديال درهم جوج. بالنسبه للخضره كثير على الناس، الله يحسن العوان. الناس كتجي كتقدا ولا واش؟ الناس كتجي كتقدا ولا قياس، لا قياس، ديك القضيه تاع بالجهد ما بقاتش كاينه. كاين دابا كاع بعض الناس اللي كيضطر انه كاع يتنحى على السوق، ما يدخلش للسوق، حيت عارف الا دخل السوق وعلاش شحال السوق، يتنحى على السوق يزيد شي بلاصه اخرى يمشي يدور بالدراري وما يدخلش للسوق، حيتاش الله يحسن العوان. الناس ما قاداش، الناس عندهم بزاف ديال الحوايج، وزادوا هادشي ديال الغلا ديال الخضره وبالقوي القوي. الناس دابا علاش كيغوتوا كاع؟ المواد الاساسيه الناس ما بقاوش باغيين لا كروفيت لا والو، الناس باغيين بندبزينه مع بطاطا والبصله وماطيشه، الحوايج اللي ضروريين غلاو. الله يصاوب، هادشي اللي كنقول الله يصاوبو، وكنتمنى يكون شي حل. الهضره 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 ما دايره والو، كنطالبوا بحاجه واحده وهو شي حل، شي حاجه ملموسة. انت تشوف الخلل هو في الجمله ولا؟ الخلل الجمله كما هي، الجمله كما هي. الغلا منين جاي؟ هذا هو السؤال اللي كيطرح. الغلا منين جاي؟ الله اعلم. هذا هو السؤال اللي كيطرح. الغلا كنعرفوه كاين، واني بهذه النسبه بحال هكا ما عمرها كانت. هاد غلا هاد العام، هاد العام بوحدو والله يصاوب. هادشي من القدام الله يصاوب، كنامنوا بان كاين الله وكاين بزاف د الحوايج، ما كان ما كنامنوش الناس هادي بداو يتخلعوا من هادشي اللي جاي القدام. غادي نقولوا محال نقدروا نعيشوا ولا نعيشوا داكشي اللي كنا كنعقلوا والدينا كيجمعوا لي مجاعه وداكشي، وني كنامنوا بان كاين الرحمه عند الله، طيح شي شتا ولا شي حاجه وتغير هادشي. قال هو ارتفاع مهول، بان المتبضعين كلهم كيلاحظوا بان كاين واحد الارتفاع كبير بالنسبه لاسعار الخضر والفواكه، خصوصا الخضر. يعني في المثل المطيشه راه دار 10 درهم، بطاطا 9 درهم، اللوبيا مشات حتى ل 25 درهم، الجلبانه 18 20 درهم، وداك الفلفله 15 درهم، الحام 8 درهم، الفول 10 درهم. يعني كاين واحد الارتفاع اللي هو ماشي كبير، حنا كنقولوا ارتفاع مهول. يعني كنا في هذه الوقت ديال البرد ما كيكون الغلا، ولكن كتكون حاجه واحده اللي غاليه ولا جوج حوايج. دابا راه كلشي، ومن بين يعني الاسباب يعني اللي كيعزى لها هذا الارتفاع هذا، كاين البرد. البرد هو كيزير السلعه ما كيخليهاش تنوض. عاد كاين واحد السبب اللي هو رئيسي اللي هو كيتدخل في هذا الغلاء هذا، هو يعني التصدير. بحيث ان الدوله ديال اسبانيا يعني كتاخذ عندنا واحد الكميه ديال الخضره اللي هي كبيره وكبيره بزاف، يعني كتقدر بالالاف ديال الصنادق اللي كياخذوا عندنا. ويعني ديك السلعه واش كتمشي لاسبانيا ولا كتمشي لشي بلاصه اخرى، المهم كتمشي من المغرب لاسبانيا. في المثال دابا غير واحد 3 ايام هذه حضرت انا شارجاو دابا الشوفله، شارجاو واحد 3000 صندوق ديال الشوفلور. ويعني هذا يعني يكون بالنسبه لنا حنا، واخا بالنسبه لاكادير يعني واخا كاين البرد، واخا كاين هذا الاسمو، يعني عندنا بزاف ديال عندنا المنتوج يعني راه وافر. يعني بالنسبه للسوق الداخليه راه كاين فائض، ولكن ملي كيكون لومبالاج هادو هما العواقب ديالو. يعني الساكنه كتولي كتاخذ السلعه، كتاخذ السلعه غاليه. انا كيبان لي هذا الغلا الله يحد فيه الباس وصافي، والله لان هو هذا الغلا هذا ضر كاع الناس، ماشي لا الكبار لا الكبار لا الصغار لا هذا. ما تيش هكذا دابا الى تجاهت ندي كيلو، هذا الشيء اللي كاين دابا ندي كيلو ويا ربي تنكون اللحم كاع ما كاينش. هذاك اللحم من 65 درهم 70 درهم، دابا راه 100 درهم. كنت قاد نجيب معايا واحد 200 درهم، كنت كنقضي بها الاغراض ديالي كلها. دابا كتجيب 30 40 الف فرانك وما تديش قداك الشيء اللي كنت تدي 200 درهم. هادشي اللي كاين. الناس اللي عندهم الوليدات والله كلنا لهنا ولهم في الهوان، هذوك مساكن راه ما راه غير الله اللي كاين معاهم، وتغلبوا على الامر ديالهم، تغلبوا على الامر ديالهم. ماشي زعما نقولوا الناس واش واحد كاع مسكين كاع ما كيصور 50 درهم في النهار وما كايناش كاع، وكيجي بيشري مطيشه ب 23 ب 20 ب 12 درهم. يا ربي تسمح لي، راه ما يمكن وصلها ب 12 درهم، ما يمكنش. اللحم 90 درهم ما يمكنش. كاينين الحوايج اللي هما فاتوا القانون ديالهم في الغلا. شحال كنتقدى في السوق؟ على حسب، على قد الحال، على قد الحال. كنجي نهار الحد ونتقدى 3000 ريال، هذاك الشيء اللي كاين. نقول لك 20
إيه الدجاج ضروري، الدجاج اللحم هو عرفتي اللي عنده الأولاد راه مسكين ضروري تهلا فيهم، هي حيت المسؤولية راه الدراري المساكين خصنا نتهلاو فيهم. هو الحمد لله هي هو تقهروا الناس مساكين والله إلا تقهروا، سيدي ربي يعفو عليهم، سيدي ربي يجيب حتى الرحمة، الله يرحم علينا. إما بنادم راه غير صابر وحق الله العظيم، بنادم مسكين غير صابر. هذا البلد